السلام عليكم إلى كل الطالبات، طبعا المبتدئات في القيادة. باركين جانبي رجوع بالخلف، معكم السيدة منى من أبو ظبي، مدربة سواقة. 0559654847. طبعا باركين جانبي رجوع بالخلف كمبتدئات لازم نستخدم الأقمع. زي ما بتلاحظون الأقمع هادو أمامية، والسيارة طبعا بتكون واقفة بهذا الشكل. والبارك اللي سوف ندخل عليه وهو يتكون من 4 أقمع: القمع الأول، القمع الثاني، القمع الثالث، والقمع الرابع. فبمعنى الباركين الذي سوف ندخل عليه باركين جانبي يعتبر مساحة سيارة ونص، سيارة ونصف. الحين إشارة يمين، إشارة يمين، مس شيخة إشارة يمين، إشارة يمين. بعدين شو أول خطوة؟ بنخلي العمود الأولاني بتاع الباركين هذا ذات العصاية الخضراء وين مفروض يظهر عندنا؟ في المثلث الصغير هون زي ما بتلاحظون. أول خطوة لازم يظهر عندي هذا القمع الأولاني ذات العصاية الخضراء في المثلث الموجود على اليمين. أول خطوة يظهر عندي في المثلث كامل يمين. خلينا نشوف مع الأخت شيخة. أوكي، كامل على اليمين. أوكي، أول شيء لازم يظهر عندنا في المثلث الصغير كامل على اليمين. بعدين شو لازم نلاحظ؟ مراية اليسار ظهر عندي القمع الأول. تابعي لو سمحتي. والقمع الثالث. 1 minute. Full right. Full right. Full right. Release everything. أيوة، ظهر عندي القمع الثاني. طبعا الأول والثاني يظهر عندي وين؟ في المرآة اليسرى. لما يظهر شو نسوي؟ keep your car straight، معناتها خلي السكان سيدة، نخلي العجلات سيدة. بعدين نرجع وين المفروض نلاحظ أو ننتبه؟ إلى نفس القمع الأولاني لازم يظهر عندي من خلف المرآة اليمنى. طبعا هذا القمع من خلف المرآة اليمنى. بعدين كامل يسار. Very good. كامل على اليسار. تابعي لو سمحتي. وانا طبعا براقب المرآة بحيث لازم السيارة تصير مستقيمة. ايوه، بس عدل السكان. 1 2 هاند بريك، هاند بريك، باركين. فيري جود. اوكي، الحين هذه طريقة الدخول على الباركين الجانبي باستخدام الاقماع للمبتدئات. الحين طريقة الخروج، تفضلي لو سمحتي. أغير الجير، أنزل الهاند بريك كامل على اليسار. شو الخطوة اللي حانتبه عليها؟ نفس القمع هذا الأولاني مقابل نصف الباب، نصف الشباك أو الباب. الباب الأولاني نصف بتاعه بيكون مقابل القمع الأولاني. بعدين شو نسوي؟ كامل يمين. Very good. كامل على اليمين، كامل يمين، ودائما باستخدام البريك شوي شوي. هون شو بنعمل؟ بنراقب المرآة الجانبية بحيث ما ندعم الأقماع الموجودة في الأرض. عدلي السكان لو سمحتي، ونمشي إلى الأمام لغاية ما تصير سيارة مستقيمة. هاند بريك، باركين. Very good. يعطيك العافية. بالنسبة لهالباركين دائما أي نوع من الباركينات اللي سوف ندخل عليه بالخلف ننزل شوية المرايات الجانبية شيئا ما حتى نتمكن من رؤية الأرض أو الأقمع إذا كنا نتدرب بطريقة الأقمع. شكرا على الانتباه. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، وإذا كنتوا أول مرة تشاهدون هذا الفيديو لا تنسون الاشتراك حتى تدعمونا ونعطي أكثر والجديد فيما يخص تعليم قيادة السير.
أو تعليم قيادة السيارة في أبو ظبي مع السيدة منى. السلام عليكم.